جابوا لك انا اتوقع على شلون على طاري مصطفى ليش تحكي على مصطفى؟ انا ما حاكي على مصطفى انا علقت على ضوء السحوله الكلام تصريح اي وموضوع جدا طبيعي موضوع لا بمسبه لا بتجاوز نقطه سوداء تمثيلك للقوه الجويه هذا بعد شو تقول له؟ وين المسبه بالموضوع؟ اعطيني المسبه شو تقول له؟ لا اعطيني التجاوز والمسبه وهو شنو اللي اساله؟ ها؟ قال لا انا مع تجربتي مع الجويه لا 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 ما قال تجربتي قال بيئه القوه الجويه غير مناسبه اله اي اله هو يا اخي اي اي مو انا هسه مناسبه لك لا مو انت من تتكلم شوف ماكو امور انا ما اريد اتطرقها اكو امور ما اتحدث بها حتى لا يصير لنشوف استاذ علي خصوصا محمد هسه كنا قاعدين نسولف خصوصا بهذا الوقت مو بس مجال كره القدم اصلا كل البلد وكل يعني متجه لاتجاهات غير مناسبه شنو علاقه قومك عن شهرين يعني؟ لا مو قوموني مو قوموني دقوا بابي وايد مو نادي النفط شنو نسيت؟ عموما هو الولد صرح في كوره حتى اي يريد يشتكي عليه انا يشتكي عليك بالمحاكم اي اذا حق بالكاظمية وين ما يطب ايه بس قول محل 427 بيتنا زقاق 69 دار الثلاثة اي والله خليه يروح يشتكي عليه شنو من نوع الشكوى اللي حيشتكيها؟ لا مسبب باي قانون هذا رعد شوف احنا شوف انا ليش مرات ما اطلع برامج هواي يعني حتى الولد يخابروني لان عصبي وكل حكايه لا انا احكي هسه مثلا من تقول لي احكي صريح علي من اخاف بس مو قلت لك الفكر هسه مالتنا كله عشاير جيب عمك جيب خالك قوامه تعال ذب لي هلقت 100 مليون فصني هاي مو رياضه يا اخو تطلع تنتقد بشر راسا دقوا بابك، لكن انا قاعد بالبيت يدقون بابي وانا بحياتي ما عندي مشكله، بحياتي كلها لا حد ما ديده علي ولا انا ما ديدي ولا عندي مشكله اصلا، من انا الطفل ما تعال العمر يجيني واحد يدق بابي تعال قوامه تعال حول علي بس خلي قاموني هاي اداره الزراعه اعطوهم فلوس خلوه يوقعها زين عندي دقيقه